السلام عليكم. هذا ميساج امبورطون لاصحاب الباك. هاد النيامات غادي يجيو عندكم عباد لي سوا ديزو عندهم دي سيجي لي سوا ديزو غادي يطيحوا في الباك باسكو زعما باش يبيعوهم لكم. تلقاوهم بزاف لي جروب تاع لي ريزو سوسيو كيما فيسبوك تيليجرام تويتر ايتترا بالاكو تدخلوا ليهم باسكو فيهم عقوبات قانونيه لي بوسيبل موراها ما تزيدوش تفوتوا الباك افي فوار بي حبس اكزاكتومون. الله يجيب الخير. مي ما تقلقوش مراد وانايا عندنا اون تكنيك باش تيفيتيو هذا المشكل. اتفضل مراد. خويا عندي سيجي بي. لا لا ما فيهاش. خويا عندي جروب فيسبوك فيه لي سيجي. لا لا ما فيهاش. نروح ندير فيديو المكتبه. وي فيها. حد موافق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد وسبيسيال من شبه حصة. سبيسيال لأنه سجي تاع اليوم راح نطرقوا إلى البكالوريا وما يحيط به. والآن بدون إطالة أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الفقرة الأولى واللي هي فقرة لينيوز. قاعد نعرفوا بلي طلبة على الباك عندهم مشاكل تراكم المواد، ولكن اليوم كاين ميثود جديدة تاع الدكتور لبان واللي هي دروس خصوصية لجميع المواد ومامطو، يعني جميع المواد يديروا لهم ليكور ومامطو. بدون إطالة نذهب إلى الروبورتاج. باك يس وي كانت. انا شفت لي بارون يضيعوا في دراهمهم في دروس خصوصيه في عده مواد، هذه رياضيات علوم تاريخ وجغرافيا فيزياء هاك وهاك، بزاف مواد بزاف دراهم. الباك ما هو والو، راه يبان لكم وحش وهمي. الباك ها هو وحش وهمي. مالك خويا بتاكلنا؟ لازم كل واحد فيكم يخرج الحيوان اللي بداخله ويخرج دراهمهم من جيبو بيان سور من شنه في باطل. شدرت لميت لهم كاع هاد المواد في دوره شامله وبيان سور بمساعده هاد الشيء العجيب. بلعوا الكراريس ما تسحقوش كاع، بلعوا الكراريس ما تسحقوش كاع المواد اللي راهم عندكم هنا. ما تحطوش بزاف دراهم، غادي تحطوا في دوره واحده شامله مكثفه فيها كاع المواد ضربه واحده، وان شاء الله يكونوا ولادكم من ناجحين. وننصحكم باش تانفيستو فيهم في هاد الدورة. بلع كراريسكم، بلعو بلعو. شوف تبعو هنا، هنا راهي الصح، هادي غادي كاع المراجعة تاع المواد الشاملة. شوف صر حوجي اثرت فيا، انا اول استاذة دير دروس خصوصية خاصة وتقبل الخلاص بكاع لي ميثود. عندكم الكاش، لي كارت، البيتكوين، الايثيريوم، كيما تساعدك. المهم ولادكم يفهموا، المهم الفهمه تكون كاينه. سي بون تما مريقلة لي فاكونس وين؟ مكسيك خويا. علامه. ولا ربما تكون هذه الطريقه ناجحه، ربي يوفق. جميع الاغاني تتطرق لمواضيع مختلفه، الحب، المشاكل، الصداقه، ولكن الفرقه اللي تبعناها اليوم عندها موضوع مختلف. انا عمه تغني على مواد البكالوريا، علوم، فيزياء، فلسفه، رياضيات والى اخره. نرى معا الروبورتاج. الله يعطيك الصحة. حنا جروب باكالوريوس، لا بارتيكولاريتي تاعنا ولو كونسيبت تاعنا سيكو نديرو دي شونسون على الباك. علاش؟ باسكو لا بروميير فوا ما جبناش، لا دوزيام فوا ما جبناش، لا تخوازيام فوا. تخوازيام كنت مريضة. كان مريض، عنده عذر. لا كاتريام فوا كيف كيف، ولا سانكيام فوا كيف كيف. قلنا علاش حنا ما نديروش ميثود جديدة اللي الناس تقدر تقرا فيها الباك تاعها وتريفيزي، نديرو دي شونسون. اوكي شوف غادي نروحو لا شونسون تاع التاريخ، اون فوا ريكتيفي كيلكو بوان. اوكي ليتس جو. مشروع مارشال في 47، خمسة جوان مسكين. احفظ مليح نروح لك هاد المعلومة. انا جو بريفير لو كان تروح فيكي بالله. حنا بوركوا ما كناش نقرو، كنا نحسو بالملل. دونك الملل تاعنا بغينا نردوه في ديناميك، دونك بغينا نديرو طريقة جديدة انا وصاحبي. اي درنا لا ميوزيك دودون. في هذاك العام جبنا 9 لا موين، سي فري خسرنا ميليا، كاين اون اميليوراسيون. لا ديان ما
ماشي كيما لا يرن باسكو شوف يا فو بريسيزي بلي انا جيت فلا شونسون انه لا دي ان في سلسلتين ولا يرن في سلسله واحده سي سا لو بوت لا دي ان ماشي كيما لا يرن حنا الالبوم تاعنا فيه 7 شونسون مي 7 شونسون طوال باسكو لانسبيراسيون تاعنا حنا ام كلثوم يعني كل ماده في الباكالوريا خصصنا لها لا شونسون تاعها فوالا فوالا اي بغينا شغل ان ميلونج دو ستيل اون ديفيرسيتي ميوزيكال و مانتون سي اون ريفيزيون جينيرال فوالا ميرسي بو لا ريما الله يعطيك الصحه ميرسي بوكو المعادله التفاضليه عندنا اي تساوي سي دو اي على دي تي تيست اي تساوي دي تي على دي اي اي تساوي اي اي على دي تي ولا لا وقيلا ني غلط اخ فخخ انت تبي كل مون يخسر الباك فخخ اه اون يساي فخخ وفيس كون بو كاين جيس برك واحد المورسو بونيس احكي لهم لا لا والله تحكي لهم بون سي ان مورسو اللي درتها بون سي با ان ديديكاس مي بور ليكس فوالا اكزاكتومون بور ليكس تاعي اللي طلعت للافاك وبدلتني مع بول الباك اكزاكتومون سي سا سي شونسون قلت لها ماشي داخله في الكونسيبت تاعنا قال لي لا خليني نخص الميس خليني وبكا الى بلوري معليش معليش انساها يا قلبي هادي ما بغاتنيش معليش معليش يو كمل فيها يا قلبي ولو متروني صبر روحك وفينال بغينا نقولوا حد موفق لكاع الناس اللي غادي تفوت الباك تاعها فوالا بالتوفيق للطلبه وعيد مبارك انت انا في التلفزيون كثير تحكي معايا توجور لي بلاك توجور شرو الالبوم تاعنا اذا راكم باغي تريفيزو الباك تاعكم خير ما تغشوا وتشوفوا لي سيجي غوش دروات سي با بيان سي بو ديسبونيبل في كاع المكاتب فوالا احنا دائما نخسروا الباك بصح ما نغشوش احنا اوني اونيت ما عرفناش ما كتبناش صحيح هذا مكان هديه شكرا بزاف مليح يزيدوا يديروا البوم للسيزيام وللبيام مازال ما بديتش الكاي ما حليتاش والله ما على بالي كيف ندير هادو كاع اقوال يقولوها شي تلاميذ الملقبين بالخباشين تبعنا واحد فيهم باش نشوفوا اسكو هاد الخريفه كاينه منها ولا لا وبدون اطاله نذهب الى الروبورتاج بعد الكثير من التفاوضات استطاع فريق تحري شبح حصه أخيراً الاتفاق مع أحد أفراد مجموعة الخباشين السلام عليكم يا كني فلو مانيش مبع ماشي بين وجهي صح تبعني دوك تفهم تبعني وهو من سيدلنا على مكان تجمعهم ومن أجل ضمان سرية المهمة قمنا بتركيب كاميرا خفية هاك البس هذه ولكن تفاجأنا بإعطائه لنا رداء أحمر وإصدار هذا النداء السري طقوس غريبة وشموع في كل مكان خباش هنا وخباش هناك وزعيم يتحكم بعقولهم لإخفاء مجهوداتهم وتقدمهم في المراجعة ما حفظناش ما حليناش الكراريس ربي يجعل خير ربي يجعل خير نقراو هما يقول لك ورينا نوروش ما نوروش وثم شرعوا في حفظهم السري والحالة أن نكون أمام أكثر من ثلاث ويكون التهميش في الحالتين على التوالي اسم المؤلف واسم ثالث ومعلمات النشر وعند محاولتنا للانسحاب جرى ماذا جرى وين راك رايح انت يا هذا ما راش معنا ما راش معنا منظمة سرية كانت باينة من البداية الله ينجحكم بغيتي
وليدو عياوك لي ريفيزيون تاع الباك؟ واه ما عرفت كيفاش تحفظ الدروس ديالك؟ ما عرفتش ما جرب معنا نيرونالين. نيرونالين فيها دي زاكتيف يعاونو. نو الزبيب احسن، جرب الزبيب باسكو حاجه 100% ناتوريل. عندنا 20 طون ديكسبيريونس في لي زيكسبيريونس تاع السيرفو، دونك على بالنا. ولكن حاجه ناتوريل توجور ميو، حاجه ناتوريل خير. عندنا دي موليكول ياتاكيو ديريكت السيرفو دو فاصون بينيفيك. جيستومون كيما قلت ياتاكيو السيرفو. لا لا مدام، هذا سي ان تيرم سيانتيفيك، ياتاكيو معناتها يروحوا يسيبليو السيرفو. حاجه ناتوريل، شوفني حاجه ناتوريل، الي سي توجور ميو، حاجه ناتوريل. مام حنا نيرونالين نخدموا الدواء تاعنا دو باز ناتوريل. الدواء ماشي مليح، الدواء ماشي مليح، كثرتوا من الدواء. مع نيرونالين مع الزبيب. مع نيرونالين مع الزبيب. نيرونالين قلنا الزبيب، قلنا نيرونالين يا ودي الزبيب خير. ودي نيرونالين. والآن نمر إلى آخر فقرة من شبه حصة التحقيق. دودوم جائحة عالمية تطرقنا إليها في عدد اليوم، ألا وهي تسريب مواضيع الامتحانات وخاصة البكالوريا. وكالعادة بدأت بالبحث في مواقع التواصل الاجتماعي ولم أجد شيئا، فقررت أن أستعمل خطة الطوارئ وهي بحث رسالة في كل مجموعة وتربص ما يحدث. كما قال الشاعر: ارمي الشبكة في البحر وابكي على الزهر. وما هي إلا ساعات قليلة حتى استقبلت أول اتصال، وكانت المفاجأة. شوف عتمان، أنا عقلتك في الجروب على بال بنت صحفي أنتيك. رجل ملثم ويدعي ما ستسمعون. شوف أنا ما قدش نقول لك أننا نجيبوا لي سوشي، صح وش نقدر نقول لك؟ وين ما تجيبهمش لي جروب مواقع التواصل الاجتماعي، لي جروب هادوما باك يس ويكان والعفايس ولي جروب تيليجرام هادوما، وقدام ما تلقاهمش لي سوشي تما باسكو راهم معسوسين هاد لي جروب. والطلبه لي ستوديو يريسكيو حتى تقول لي ما يزيدش يجوزوا الباك او في، فهمت قصدك؟ راهي كاينه طريقه واحده اخرى راكم تتعاملوا بها. صحيح، مارشيت على لي سوشي، فاهم؟ وانا اللي شايد المارشيت على لي سوشي على كل حال. وتنجم يعني توصلني لهذا المكان؟ تنجم تلحقني ليه؟ باش نخدم انا نبعت لك واحد لوكاليزاسيون. ومن عادات عثمان انه لا يخشى المحان. سنذهب معه للسوق السوداء ونرى ما يفعلون. طول الطريق وأنا مغمض العينين لأسباب أمنية. رجلي ايه، شوف هنا رجلي هان خمر. انصدمت مما رأيت هناك، شيوخ، شبان، وحتى صغار السن، كلهم يبحثوا عن مواضيع تخص جميع الفئات من السيزيام إلى البكالوريا. شرح لي المسؤول عنهم طريقة ضبط الأسعار، فهي بحسب نسبة صحة الموضوع. والغريب في ذلك أنه يوجد أكثر من ذلك وسائل متطورة للغش، من ظاهرة للعلن كالكتب إلى مخفية في البطون كالشرائح. عندي لابيس ما تنداش في التليفون، هاد لابيس تبلعها، راك فاهمني؟ هاد لابيس كي تبلعها تبعت لك لي سينيال لراسك، زعما راك تجوز علوم تفهم بلي هادي حلقة كريبس فيها كاع التواريخ تاع تاريخ جغرافيا الدائرة النسبية كلش. هاد لابيس وكانت تكنولوجيا واحدة أخرى هاربة بزاف. حميد وريلو حميد. تبان لك تكنولوجيا؟ نعم. هادي تبان لك ايربود زعما تيتيليزاش الودنين. هادي تيتيليزا بواحد العفسه اخرى. طلعت شميعات. صاي 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 حميد، ما ندخلوش في لي ديطاي حميد. صاي صاي، هادي بالك بارابلي. بارابلي هذا شوفه هوب كلش عندك. حدث ما لم يكن في الحسبان. ما يبقى في الواد غير لي سوجي ديالو. كان معكم عثمان وسط الميدان من مرشي دحمان. هذا مكان
فوالا اعزائي المشاهدين، وصلنا الى نهايه ايبيزود سبيسيال شبه حصه بكالوريا. من هذا المنبر اعزائي المشاهدين نتمنوا حظ موفق لجميع التلاميذ اللي غادي يفوتوا الباك هذه الخطره. ما تستريسوش سيرتو لو بليز امبورطون سبع حبات زبيب قبل ما تروحوا فوتوا. اكزاكتومون اكزاكتومون سيرتو ما تستريسيش وما تغشوش، ما تكوبيوش باسكو كابابل فوالا ها نورمال، ما تجيبش الباك تاعك، تقدر تعاودو العام الجاي، العام اللي منها، العام اللي منها، يا با بروبلام، يا با بروبلام. نورمال نورمال. نلتقي في حصه اخرى. باي. شكرا. انت جبت الباك؟ نعم.